صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير بسنة. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الفل على جميع المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة. يعني طبعا الأيام دي من أجمل الأيام اللي كل عشاق الساحرة المستديرة بيستنوها. كل كام سنة بيجي كاس العالم، وكل واحد عنده سواء الفريق منتخب بلده بيلعب أو منتخب هو بيشجعه. طبعا قطاع كبير جدا مهتم بالكورة وبماتشات بطولة كاس العالم اللي انطلقت امبارح في قطر، وكان في احتفالات خاصة بافتتاح المونديال وحضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المباراة الافتتاحية كانت ما بين منتخب قطر صاحب الأرض ومنتخب الإكوادور. طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب القطري في مبارياته الجاية. طبعا المنتخب القطري خسر 2-0 للإكوادور، وبنتمنى كل طبعا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال. في عندنا منتخب التونسي، المنتخب المغربي، منتخب السعودية. إن شاء الله يقدروا إن هم يحققوا خطوات مهمة جدا ومميزة في مشوارهم في البطولة. يعني بالمناسبة يا مصطفى، أنت عارف إن كأس العالم ابتدى سنة 1930، يعني من حوالي كده 92 سنة تقريبا، فبقاله سنين كتيرة جدا، ولغاية النهاردة الناس مهتمية جدا بالحدث ده وبيلاقي اهتمام كبير قوي من جماهير عشاق الساحرة المستديرة. صحيح، ويمكن طول الفترة دي من 1930 لغاية دلوقتي ما شفناش مشاركة عربية حلوة كده. يعني أعتقد أن أولا بيقام على أرض عربية أن هي قطر، ثانيا عندنا 4 منتخبات عربية، فده حاجة جميلة جدا بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي. بس أنا عايز أقول حاجة فسنت، بطولة كاس العالم دي زي ما أنت قلت كده بتعتبر مناسبة مهمة جدا لكل عشاق كرة القدم في العالم. البطولة دي بيستنوها زي ما قلتي من 4 سنين لـ4 سنين، يعني ما بتحصلش كل سنة. أعتقد أن كل الماتشات اللي هتتلعب في كاس العالم هي ماتشات مهمة جدا بالنسبة للرجالة اللي بتشجع الكرة. بالنسبة للسيدات اللي يعني ما بيحبوش الكرة، فحب يعني مجرد نصيحة أنا بحب أنصحهم بأنهم لازم يعدوا 28 يوم اللي جايين دول على خير. لازم يكونوا متفاهمين للموقف اللي فيه الرجالة، يعني لو زوجك أو خطيبك أو أخوكي من عشاق الكرة وبيروح يتابعها وبيروح للقهاوي وبيتكلم فيها، ما تستغربيش لو اهتمامه بيكي قل شوية في الفترة دي. ده طبعا موضوع غصب عنه. لو عايز رأيه في حاجة مهمة خليها بعد الماتش. أي كلام وقت الماتش هيكون بالنسبة له كلام فاضي مش هيسمعه. خلي بالك صوت المعلق وصوت الجماهير بالنسبة للرجالة حاجة مهمة جدا، بيستمتعوا بكل نبرة فيها، فما فيش حاجة اسمها يعني أرجوك وطي الصوت. دي بديهيات لازم كل الستات يكونوا عارفينها خلال الفترة دي، مجرد نصائح. يعني والله حلو انه انت بتدينا وجهه نظر الرجاله، انه في فعلا لو حد مش مهتم قوي بالكوره او بنات مش مهتميه قوي بالكوره انه احنا ناخد بالنا انه دي حاجه مهمه بالنسبه للرجاله، فما نبقاش بقى ايه بنسال الاسئله اللي هي ايه في نص الفيلم ايه اللي حصل. ارجوكم. لكن عارف كمان يا مصطفى، في قطاع كبير قوي من البنات النهارده مش بس بيفهموا كوره وبيشجعوا الكوره، لا دول بيحللوا. يعني في بنات كتيره قوي النهارده بنشوفهم بيشجعوا فرق ومنتخبات، وفي الحقيقه بتبقى معلوماتهم عن اللعيبه والفرق كبيره جدا وكتيره جدا، وزي ما قلت لكم بيبقوا كويسين جدا في التحليل الرياضي. فانا في الحقيقه يعني احنا هنا بقى هنقدم، او انا دوري دلوقتي هقدم بقى نصايح، لانه في بعض الرجال ما لهمش في الكوره وعادي بتحصل. يعني فلو كانت مراتك او خطيبتك ليها في الكوره فشاركها اهتمامها، خليها تتابع المنتخبات اللي بتحبها، وبلاش بقى الله يخليكم طلبات في الوقت ده. يعني ملهاش لازمه يبقى الماتش شغال والمنتخب اللي هي بتشجعه بيلعب وانت تقعد تقول لها هاتي لي قهوه او شاي. يعني ممكن توفر لها الجو المناسب عشان تتفرج فيه على الماتش، هتفرجوا مع بعض، تبقى كمان احلى واحلى لو خرجتوا اتفرجتوا على الماتشات دي بره. خصوصا ان دلوقتي بنشوف يعني نوادي كتير رياضيه واجتماعيه ونقابات وغيرها موفرين اماكن فيها شاشات عرض كبيره عشان تقدروا تتابعوا مباريات المونديال. كمان لو ليك في الكوره بقى معاها وانت بتشجع منتخب وهي بتشجع منتخب تاني، فيا ريت ما تتخانقوش، شجعوا مع بعض ويبقى في كده روح رياضيه حلوه ما بينكم. والف مبروك لو فريقها كسب، وهارد لاك بقى لو فريقك انت اللي خسر. يعني انا بحب الاجواء دي قوي قوي، يمكن بتبقى فرصة حلوة انك تتفرج على لعبة فعلا حلوة، لان النهاردة المنتخبات دي المنتخبات اللي تأهلت لبطولة كاس العالم، فمن عندهم احسن اللعيبة وكلهم بقى عايزين يلعبوا كويس قوي عشان يكسبوا الكاس وعشان يفرحوا يعني
يعني الجماهير بتاعتهم، فتلاقي كل المنتخبات بتلعب باحسن ما عندها وكده في الملعب، بياكلوا النجيله زي ما بيقولوا، فبتبقى فرجه ممتعه سواء راجل او ست. وحتى الناس على فكره يا مصطفى اللي مالهمش في الكوره بيحبوا يتفرجوا قوي على الماتشات دي. صحيح. ان فعلا بتبقى حتى خروجه لذيذه، لو انت مالكش قوي في الكوره بتبقى خروجه حلوه انك تنزل تتفرج على الماتش. تشجع منتخب ومنتخب وشوف الدوله دي بيلبسوا ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه وتعرف معلومات عنها لما تيجي تتفرج على الماتش وتقول ان هم بيلعبوا كده، عشان كده تسمع اسمائهم. هي كمان يعني ثقافه عالميه يعني، هي وكمان الجميل فيها ان هي بتيجي بنكهه عربيه. السنه دي حقيقي. شفنا التميمه بتاعه الحظ ازاي الزي العربي يعني مشرف فيها، شفنا المنتخبات العربيه حضورها عامل ازاي. اعتقد ان يعني البطوله هذا العام بنكهه عربيه جدا. عايز اقول حاجه، الهدف من كل الكلام اللي قلناه انا وبسنت اننا نوجه نصيحه لينا كلنا، إن ده كرنفال كروي بيتكرر كل 4 سنين، ليه نفس الاهتمام والعشق من كل الجماهير، سواء كانت بنات أو شباب. والمونديال ده أعتقد إن هو برضه فرصة حلوة إن إحنا نتجمع ونفرح ونستمتع بهذا الكرنفال الرياضي الكروي مع بعضنا كلنا. أعتقد دي نصيحة بنوجهها لكل الستات وكل الشباب في أول أيام أو في ثاني أيام مونديال كأس العالم 2020. 2022 2022 احنا بنصبح على حضراتكم. صباح الخير وصباح الخير يا مصر.